بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 11 في التينيا بيديس اللي هي الأثلتس فوت اللي هي القدم الرياضي. التينيا بيديس هنتكلم عليها كالعادة، ما هو تعريفها، إيش الباثوجينيسيس، ما هو اللاب دياغنوسيس، وما هي تريتمنت. تعالوا نعرف التينيا بيديس. التينيا بيديس هي فانجل انفكشن بتصيب السويل اوف ذا فيت اند الانتر ديجيتال سبيس، خاصه بين الاصبع الرابع والخامس، بين الاصبع الرابع والخامس، واكيد كوزد باي ديرماتوفايتس. طيب النقطه المهمه في التينيا بيديس انها موست كومن تينيا في العالم كله، اكثر تينيا مشهوره في العالم هي التينيا بيديس. المنطقة اللي فيها تصاب التينيا بيديس اللي هي بين التويز دي بيكون فيها ميكسد انفكشن، بيكون فيها درماتوفايت وبيكون فيها كانديدا وبيكون فيها بكتيريا، فهي فيها انفكشن خليط من 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 درماتوفايت على كانديدا على بكتيريا. تعالوا نشوف الكوز. الكوز اكيد ترايكوفايتون ربرم 70% كوز ثايكوفايتون اللي بنسميه الانتر ديجيتالي، كمان الابيدرموفايتون في اللوكوسم، المايكروسبوريوم سبيشيز، كلهم دول ممكن يعملوا التينيا بيديس. طيب ما هو المود اوف ترانسميشن؟ اكيد اول مود اوف ترانسميشن الناس اللي بيمشوا حافين ما فيش معهم اي شوز على كونتامينيتد فلور، يعني شخص جاء وهو مصاب وجاء شخص بعده حافي ممكن ياخذ الانفكشن. النقطة الثانية ان هم الاماكن اللي فيها الببليك شاورز والسويمينج بولز، انتوا تعرفين لما يكون في سويمينج بولز بيكون في ببليك شاورز، فتخيلوا لو في واحد مصاب بالتينيا بيديس فبيمشي وهي ارض رطبة والفنجس يحب الرطوبة، فحيحط الفنجس ده اي شخص معدي ما هوش مصاب وكمان اكيد هو حافي حيأخذ الانفكشن. النقطة الثالثة في المود اوف ترانسميشن وهي بالنسبة لنا احنا اليمنيين كثيرة، اماكن الوضوء. انتوا تعرفين في تكون في بركة ماء فيخرج الشخص على بركة الماء والدنيا رطبة، فلو مصاب حيطرح الفنجس، اي واحد ثاني حيجي ممكن ينصاب. طيب ما هي البريدسبوزنج فاكتورز اللي حتؤدي الى انه الشخص ينصاب بالتينيا بيديس؟ اكيد الرطوبة لها دور كبير في الاصابة. النقطة الثانية أكيد اللي هي الأوكلوسيف الأحذية أكرمكم الله اللي هي اللي ما فيهاش مسامات، نتيجة تكون ضيقة وما فيهاش أي مسامات، هذه واحدة من البريدسبوزنج فاكتورز. اللي هي التعرق بشكل كبير واحدة من البريدسبوزنج فاكتورز. كيف يحصل الباثوجينيسيس؟ درماتوفايتس سوبرفيشال، بتعمل دايجستيف انزايم، بتعمل بينتريت الى الابيديرمس، بتعمل ميسيريتد اند اروجن بتوين التويز ده طبعا ان جنرال. وطبعا زي ما قلنا المكان ده اساسا مكان فيه اكثر من اورجانيزم فممكن يصاحبها اكثر من تايب، حتكلم عليهم الان ان شاء الله. طبعا شايفين الان كيف ميسيريتد، بشكلها واضح انها ميسيريتد، شايفين كيف بتوين التويز. طبعا هنا في نقطة مهمة، ما في سبيشيس جلاند في الهاند وفي الفوت، وبالتالي ما في سيبم عشان يمنعها، ما فيش أي سبيشيس جلاند عشان تطلع سيبم اللي له السترونج أنتي فانجل إفكت. طيب الكلينيكال تايبس، في أول كلينيكال اللي نسميه الكرونيك انتر ديجيتال تايب، وده بيكون ميسيريتد توي ويب زي ما أنتم شايفين، بيكون متهتك بالشكل اللي انتم شايفينه تماما، وكمان يسموه سكالي بتوين تويز، بيكون سكالي بتوين التويز في قشر منه واضحة تماما. النوع الثاني بيسموه الهايبر كيراتوتيك، هايبر كيراتوتيك ده يسموه الميكوزين تايب. موكازين تايب ده معناها الصندل اكرمكم الله، فما معناها الصندل؟ كأن في طبقة على السكن زيها زي الصندل، فذي ينتج من قضية ان في سكالينج وفي ثيكنينج، في ثيكنينج وفي سكالينج، فبالتالي بيكون طبقة على الجلد، حوريكم اياها الان، يسموها كذا، يسموها الموكازين تايب. اهو شايفين كيف
بتكون في طبقة اللي هي يسموها موكازين تايب، وذي يسموها الهايبر كيراتوتيك. شايفين كيف تكون واضحة تماما؟ ذي واضحة انها هايبر كيراتوتيك، وذي بتكون بتصيب اللي هي القاع الرجل، وبيكون في ثيكنس فيها بشكل واضح، ويسموها موكازين تايب. النقطة التي بعدها يسموها الفسكولو بولس اريبشن، وهنا غالبا بتكون بينفول، وبتكون هنا فيها انفلاماتوري تايب. واحنا زي ما قلنا من فين نشأ الفيسكولو بولس؟ لانه المكان ده كونتامينيتد ببكتيريا بكانديدا، فبالتالي ممكن ينشأ الفيسكولو بولس. زي ما انتم شايفين البولس هنا بشكل واضح في فيزيكال، وتحولت الى بولس. النقطة الرابعة اللي هو الأكيوت ألسريتيف، بيحصل هنا الروجن أند ألسر، واضحة تماما زي ما أنتم شايفين الروجن أند ألسر. وزي ما قلنا المكان ده هو أساسا فيه بكتيريا، فبالتالي بيكون أسوشيتد وذ بكتيريال إنفكشن. طيب الكومبليكيشنز، واحدة من الكومبليكيشنز إنه بيحصل فنجل نيل إنفكشن، بتصاب الأظافر لأنها جنبها. الثاني الامر الثاني انه بيحصل سكندري بكتيريال انفكشن، وممكن تؤدي الى سيلولايتس، ودي خطيره على فكره لما تؤدي الى سيلولايتس. كيف نعمل اللاب دايجنوسيس؟ اللاب دايجنوسيس كلينيكالي، ودي على فكره واضحه، تشوفها نقول دي عنده تينيا بيديس تماما، وبنفس المنظر اللي انتم شايفينه في الصوره. طبعا دي بالنسبه للهايبر كيراتوتيك، دي زي ما انتم شايفين هنا في حصل عمليه في انفلاميشن في اكيوت السريتيف. هنا كيف نشخصها؟ العادي نعمل سكرابينج وعلى سلايد، ونعمل كو اتش، ونشوف الهاي في، والهاي في اذا شفناها نقول دي تينيابيدس، وان كنا دي نشخصها كلينيكالي. طيب ممكن نعمل كلشر عشان نحدد السبيشيز على سبرود اجار، ونحفظها عند 25 ل 30 درجه مئويه لمده اسبوعين، ونعمل ايدنتيفيكيشن نشوف الطبق من السيرفيس ومن الريفرس. طيب لو شفنا ذي التينيا كابيتيز هي قدامكم، شفنا السيرفيس وايت تو كريمي، والريفرس يلو تو براون تو واين ريد، طلعت الكورن لما اخذنا وعملنا اللاكتوفينول كوتون بلو، طلعت عمليه اللي هي تير دروب مايكروكونيديا، بالتاكيد اللي هي ترايكوفايتون ربرم، وقلنا تمثل 70%. النقطه التي بعدها ممكن زي ما قلنا نعمل بي سي ار او دي ان اي بروب عشان نحدد السبيشيز. انتي باديز ما لهاش اي دور خالص لانها سوبرفيشال انفكشن. تريتمنت اند البريفنشن، التريتمنت الموكانازول سواء باودر او سبراي لمده اسبوعين. النقطه الثانيه ممكن توبيكال كيتاكانازول كمان يستخدم. ممكن نستخدم في السيفير كيس اللي هي جروزوفولفين او تيربانفين، يستخدم ك في السيفير كيسز. كيف نعمل بريفنشن؟ مهم جدا انه لابد من غسل القدم بشكل صحيح، وخاصه بين الاصابع بالماء والصابون. النقطة الثانية لابد انك تعمل دائما تخلي الرجل كلين ودراي، ناشفة، تنشفها بشكل مستمر. النقطة الثالثة انه نبتعد عن قضية اكرمكم الله لبس الاحذية اللي هي بتكون ضيقة، وبالتالي ما فيهاش اي تهوية وما فيهاش اي مسامات، دي واحدة من تعتبر من البريفنشن. بالتأكيد ما حدش يلبس شرابة حد خالص، كل واحد له ادواته الشخصية، ذي لها دور في بريفنت الانفكشن. كنت معكم فيما مضى حول التينيا بيديز، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.